الموضوع مش سهل، بده يكون سائق محترف ومنتبه. برج أمبولولا يعتبر وجهة سياحية مهمة في مدينة غامبولا أو منطقة غامبولا في مدينة كاندي. يعني تقريبا طلعت حوالي 6 أو 5 طبقات. بناؤه تم في القرن 13، يعني 1200 وشيء. تم فتحه للسياح في سنة 2006، ومن وقتها هو مقصد للسياح. هناك في آخر الصورة الطريق اللي طلعنا فيه، طريق ملتوي جدا، صعب يبين كله لأنه مغطى بجزء من كتف الجبل. يعني ترتاح شوي تكون نفسك، مخيف والله حقيقة. يكون وضع دقيق، يعني بتمرق إنسان واحد فقط. أنا فتت هون again together this our home. come this space, come more you have more give يلا enough يلا more تاوي إنه ده تكفي. الإنسان يولد بنوعين من المخاوف، يعني المخاوف اللي بتنولد مع الإنسان هي نوعين من الخوف، خوف من المرتفعات، يعني الخوف من السقوط، والخوف الثاني والله مش لاقي شو، بس أنا مش قادر أتحرك هون ضيقة كثير، أنا ما شاء الله سليم كثير، بخاف من المنطقة الضيقة، وفي ناس بخاف من المرتفعات، هاي ما شاء الله بتجمع الشغلتين. إيه عندنا بعيدة؟ كارتي غودة. غودة؟ حقيقة. يا اخي ضيق، مسارك ضيق، هذا بضل يخبط فيه مش عارف شو، هذا بضل يخبط فيه، هذا هون بضلك نازل بالطريقة هاي درجة. المشكلة اتجاه المشي تبعك لبرا، يعني بتحس حالك قاعد تمشي بتحس حالك قاعد تمشي باتجاه الهاوية، ولكن يعني جسمك مش مساعدك على المشي حتى، يعني يكون جسمك يقول لك في شيء غلط، يعني في هيك المخ في سنتر بده يكون، يعني كيف انا واحد زيي المؤاخذه كيف بده يمر بهاي البتاع. تمشي من هون تفرز شوي هون، الحمد لله في مي عشان تزحلق، يعني مش ناقصه غير مي للواحد زحلق. قبل المنارة بتطلع باتجاه متعرج، هذا التعرج بيوحي بانك مش مستقر. اسلام موسك انديو كريستيان بوديست اند ذس وان، هذا ماذا هذا؟ هذا مسجد كبير؟ هذا تاور. هذا سكين. الجد اللطيفة حكت لي انه اللي ما بيحب يطلع البرج هذاك اللي هو انا كنت هناك، شايف هذا الشاب اللي قاعد بالدندل ما شاء الله، انا ما اكذب عليك ما كنتش اقدر الدندلة، انا كنت ماسك اعصابي مثبت حالي بطريقة يعني صعوبة انه يطلع فوق، عاملين له واحد صغير هون سلك أموره فيه.
Thank you.